ويعني مهتمين بكل شيء بيهمك. وطبعا بداية الدراسة ودخول الفصل الدراسي الجديد في وسط أزمة كورونا شيء غاية في الأهمية، وشيء يعني بيهم كل أم مصرية، كل بيت مصري، كل أم مصرية حريصة أنها تودي ولادها المدرسة، بس كمان قلقانة بسبب أزمة كورونا. تابعنا طبعا المؤتمر الصحفي اللي عملته وزارة الصحة ووزارة التعليم امبارح بخصوص إجراءات تأمين الطلاب مع رجوعهم للمدارس في العام الدراسي الجديد، كمان يعني إجراءات خاصة جدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات دي برامج توعوية وضوابط تم تحديدها لحماية الطلاب والمعلمين خلال الفصل الدراسي اللي جاي، هنتكلم عن ده أكتر مع ضيفنا اللي بينضم لنا عبر زوم في صباح الخير يا مصر، الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ هديل. ولو تقول لنا وحضرتك طيب أهم كده الإجراءات الاحترازية اللي حضرتك خرجت بيها امبارح من المؤتمر الصحفي. بص انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انه خلينا نتفق انه موضوع الكورونا وطرق النقل العدوى وطرق الوقايه بقت هي نمط حياه، فخلاص ما عادش بتقول ان انا امنع اولادي انهم ينزلوا او ما يروحوش المدرسه او ما يلعبوش مع اصحابهم. كل الحكايه انك انت بتزود توعيتهم عن طرق الوقايه تبقى عامله ازاي. فعشان نلخص طرق الوقايه عندك ثلاثه لازم يكونوا ملتزمين بده: البيت والمدرسه والطالب نفسه. فالبيت اظن ان الفتره اللي فاتت دي كانت فتره كافيه ان كل الاطفال في بيوتهم يعرفوا يعني ايه كورونا ويعني بتتنقل ازاي وازاي يتعاملوا مع زمايله. حفظوا يا دكتور شريف يمكن اكتر من الكبار، يعني الاطفال طول الوقت بيشوفونا وبيتعلموا فكره الاجراءات الاحترازيه، اعتقد الاطفال خلاص حفظوا ايه هي الاجراءات الاحترازيه ضد كورونا. ده حقيقي، وخصوصا كمان ان الموضوع اثر عليهم بشكل كبير من كتر القعده في البيت، فبقى عنده معلومه كويسه جدا، هو انا ليه قاعد؟ وانا ليه الحاجه دي انا خايف منها؟ فبالتالي بقت وبيشوفها في التلفزيون باستمرار، فبالتالي وعلى الموبايل طبعا، فبالتالي بقى عنده المعلومه كويس قوي. فالاطفال زوم بقى عندهم المعلومه، اهم باقي على الاسره بس انها توعيه، تقول له خلي بالك انت نازل رايح المدرسه وسط تجمعات وسط اصحابك. فبالتالي او هتقول له بقى ده درس ليك يا حبيبي انك تطبق اللي انت اتعلمته في الفتره اللي فاتت. المدرسه كمان نفسها ليها دور مهم جدا في الحاجات اللي قالها الوزير، اللي ازاي ان احنا الاعداد هتبقى قليله من الطلبه الموجودين جوه المدرسه، انك خفضت عدد الحضور للمراحل المختلفه في السنوات الدراسيه، وبالتالي قصه التباعد دي متوفره جدا. بيبقى مش بس التباعد بقى، كمان انت كنت ازاي الولاد بينزلوا في نهايه المدرسه بيلعبوا، عددهم قد ايه؟ طب بيلعبوا فين؟ طب موفر لهم ميه يغسلوا؟ ما هي المشكله يا دكتور شريف في الفسحه وفي التجمعات بقى ووسط الكلام ده، هل مثلا مطلوب من الاطفال في سن معين انهم يكونوا لابسين كمامه، ولا ده ما ينفعش في سن الابتدائي والاعدادي؟ لا كمامه بالنسبه للاطفال نهائيا، لان لا توصي بده. لا طبعا الطفل طبعا محتاج ياخد نفسه بالراحه، بيطلع نفسه وهو بيلعب، فبتقدرش. طبعا انا بسال حضرتك لانه امهات كتير ده بيشغل بالها، هل نلبسهم كمامه ولا ما نلبسهمش كمامه، يعني لانهم خايفين من التجمعات خلال الفسحه. لو لعبت طفل بيلبس الكمامه وهو صغير هتلاقي الكمامه بتضايقه جدا في النفس، وهتلاقيه كمان بيشعر ان هو عايز يرجع، فده شيء مؤلم بالنسبه له ومتعب. فانت سيبه ياخد نفسه براحته، اهم من انك انت تقول له لبس الكمامه انك انت تحافظ على التباعد بينك وبين زميلك. لو انا مزنوق هلبس طفل بعيدا عن المدرسه، بلبسه الفيس شيلد اللي هو بيبقى مغطي الوش والعينين، لانه بيقدر ياخد نفسه من تحته بسهوله. الكلام ده لو انا جوه منطقه مزدحمه، جوه سوبر ماركت وفي زحمه كتير، جوه اسانسير وانا خايف عليه، ممكن البسه كده. لكن طالما انا، ما هي الكمامه يا استاذ هدير هي والتباعد مكملين لبعض، او يعني ممكن تبقى حاجه بديل الثانيه. انا لو في مسافه بيني وبين اللي جنبي كافيه وباخد نفسي براحتي وبعيد عنه، فخلاص انا كده ممكن الكمامه ما بقاش ليها دور ساعتها. هو طبعا يا دكتور شريف شيء مش سهل على الاطفال الصغيرين انك تقول له يعني ما تلعبش وما تقربش في الفسحه من زميلك، بس ان شاء الله زي ما حضرتك قلت هم الفتره اللي فاتت اخذوا درس كبير في يعني الحفاظ على صحتهم، وان احنا نبعد عن كل الحاجات اللي ممكن لا قدر الله تصيبهم بفيروس كورونا. وسياده الوزير قالت امبارح ان الاطفال اقل عرضه للفيروس. من وجهه نظر حضرتك هل في مثلا اعراض معينه لو حصل اصابه للطفل مثلا، هل بيجي لهم بشكل مختلف او بشكل اخف نقدر نقول؟ لا، والمثبت دلوقتي حاليا بالنسبه للاطفال انه بيجي لهم زي اعراض بتاعه الكبار على الاقل في البدايه، يعني
هي برضه زي دور برد عادي. ما احنا خلينا متفقين انه هذا الفيروس من سلاله الانفلونزا برضه او قريبه، فبالتالي الاعراض بتيجي على الطفل برضه بارتفاع في درجه الحراره وبرش وممكن توصل لكحه. ان شاء الله ربنا يحفظهم كلهم باذن الله ومحدش يجي له حاجه من كده. بس خلينا نقول احتياطيا لاي ولي امر في البيت او اي اسره تحسوا اي اعراض عند الطفل سواء بقى كانت كورونا او مش كورونا او اي حاجه، الطبيعي بتاعنا ان احنا بنقعده من المدرسه. يعني لو كانت الام قبل كده بتخاطب وبتوديه لانه دور برد عادي فبيروح لانها عندها التزامات عشان تنزل من البيت مش تقدر تسيبه، لا المره دي ما نخاطرش بقى، المره دي لا، لو في اي تغير في حالته الصحيه باي شكل من الاشكال احنا نقعده ما ننزلوش حفاظا عليه وعلى زمايله. طب هل فن في اي اعراض غير شائعه مثلا اترصدت بالنسبه لاصابات الاطفال؟ انا عارفه انها تقريبا في حدود 1% عالميا، بس هل في اعراض غير شائعه مثلا لو الام شافتها يعني تتعامل مع الموقف على انه كورونا؟ لا خالص، ما فيش اي حاجه تخص الاطفال الا بعض الحالات اللي حصلت ده بيظهر كنوع من المضاعفات بتاعت الفيروس والاصابه بتاعته بعد كده، ودي بتختلف من طفل للتاني حسب حاله المناعه بتاعته وحسب هو اتعامل مع الموضوع ازاي. لكن في كل الاحوال هو برضه تظهر عليه اعراض زي اعراض البرد والانفلونزا اللي بتيجي لاي طفل عادي. طب هل فكره استخدام الكحول او التعقيم بصفه مستمره الى اي مدى ممكن يحدث يعني يحصل ضرر من ده؟ هقول لحضرتك، انا استخدام الميه والصابون ده شيء مهم جدا وافضله عن الكحول طالما توفرت المياه داخل المدرسه. ميه وصابون. الكحول ميه وصابون طبعا بسيط، شيء سهل جدا، وطريقه غسل اليدين معروفه وسهله نوفر الميه. انا عايز اقول لك هو لو معاه ازازه ميه في شنطته، واحده غير اللي بيشرب منها، واحده ممكن يغسل منها ايده، ده كفايه بالنسبه لي قوي. لان الكحول انا خايف برضو من الاطفال الصغيرين اللي هم مش بيدركوا قوي بتصرفاتهم انهم يلعبوا بيه ويشربوا ويشوفوا وش بعض، فده ممكن ياثر على العينين او على الوش لو هو رشه في وش زميله لو هو بيلعب معاه. طب الكبار لو هم بيستخدموه بطريقه مش مناسبه ممكن بيعمل حساسيه في الجلد وممكن يعمل مشكله او التهابات جلديه لو هي استخدمت بطريقه خطا ومع وجود التراب والكلام ده. كمان استخدام المطهرات والكحول ده بطريقه زياده عن اللزوم ده بيقلل من تاثيره، بيخلي خلاص عارفه انت الفيروس يدمنه، يعني يتعود عليه فخلاص ما بقاش يجيب نتيجه معاه. طب دكتور شريف، هل هيتم تفعيل دور الزائرة الصحية أو الدكتور اللي موجود في المدارس بالأخص في الفترة الجاية وإحنا داخلين على فترة طبعاً وعام دراسي استثنائي، وهل في متابعة من جانب الوزارة مع الدكاترة جوه المدارس؟ ده بالتأكيد وده المطلوب دلوقتي، يعني هم المشرفين الإشراف الطبي والصحة المدرسية ده هو ده الدور بتاعها السنه دي، ان هم يلتزموا بالحضور، يلتزموا بالتواجد باستمرار، مش بس ان هو طوارئ اجيبك وخلاص، لا لازم يبقى في غرفه داخل المدرسه مجهزه للكشف على الاطفال في حاله لو الطفل ارتفع درجه حرارته، لو الطفل انا مشتبه ان عنده اي مشكله، فبالتالي لازم نوفر الخدمه دي. وطبعا مش هقول كمان ان المدارس الخاصه كمان ده المفروض ده يبقى ده الطبيعي بتاعها يعني، لكن المدارس الحكوميه لازم كلها يبقى موجود فيها حتى لو اطباء يعني صغيرين، بس يقدروا على الاقل يبقوا عارفين ايه هي العلامات اللي ممكن يكتشفوها على الطفل. دكتور شريف، لو تقول لنا كده اهم الاكلات البسيطه اللي ممكن الامهات يعني تكون حريصه انها تديها لاولادها مع بدايه النزول وبدايه تعرضهم طبعا ل يعني الجو العام كده مع كورونا، ياكلوا ايه، يحط لهم ايه، الحاجات اللي تديهم فيتامينات تساعد جسمهم، ولا يدوهم فيتامين مش اكل يعني؟ هو انا من المدارس اللي بتؤيد جدا ياخد الفيتامينات والمعادن في الاكل افضل من الاقراص، لانه انت بتديله الفايده الصحيه بشكل صحي خالي من اضافه اي مواد. خلينا نتفق ان اي ادويه بيبقى عليها مواد حافظه وعليها كيماويات تخليها لها التاثير بتاعها، لكن الخضروات والفواكه بشكل عام من الحاجات الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن وتقدر تفيد الطفل وتقوي من جهاز المناعة. نعم. كمان انه شرب المية بكميات ده كويس جدا ومفيد ليه، وشرب العصائر الفريش او الحاجات اللي ممكن ماما تعملها في البيت زي البرتقال والليمون والجوافة،
الحاجات دي كلها بالتأكيد مفيدة يا جدا دكتور ليه. شريف. دكتور شريف حتى أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الهامة جدا، وإن شاء الله عام دراسي جديد موفق لكل أبنائنا، وربنا يحفظ مصر ويحفظ ولادنا ويكون عام دراسي موفق بإذن الله.